العمل لليوم صباح الخير. أكثر من فرصة عمل معنا لليوم. أول فرصة لشيف للعمل بأوتيل 5 ستارز ببيروت مع خبرة عالية بالمطاعم الفاخرة وقادر ينضم فورا. لأرسال السي في الإيميل info@wael-asad.me. فرصة جديدة لأدمن أوفيسر للاهتمام بالأمور الإدارية لأرسال السي في shirfanengineerscareers@gmail.com. أما بأربيل مطلوب فاشن ديزاينرز للعمل بدار أزياء بالإضافة لخياطات وخياطين مع خبرة 5 سنين على الأقل، العمر بين 23 و40 سنة. تفاصيل أكثر على 00964751856261. منروح على الشياح حيث مطلوب لشركة ألبسة أكاونتنت، أونلاين ماركتينج، سيلز، شوروم مانجر، موظف صندوق، سائق، أمين مستودع وعامل مستودع. لكل المهتمين اتصلوا على 81498138. وبعرمون مطلوب عاملات هاتف للتواصل مع الزبائن وأخذ الطلبات. إذا مهتمين بهالفرصة تواصلوا عبر واتساب على 761-84-162. ننتقل لفرصة عمل جديدة لسائق أو سائقة لعائلة سكن بين الدكوانة وسن الفيل مع القدرة على استعمال الواتساب وعدم التدخين. رقم التليفون للتواصل عبر واتساب 70-892-251. أما بالكويت مطلوب جرافيك ديزاينر مع خبرة 3 سنين، السكن والمأكل مأمنين مع تيكت وتأمين. الإيميل لإرسال السي في abdallah.musa@thework-uae.com. منروح على الفنار حيث مطلوب أكاونتنت مع خبرة 2 سنين على الأقل، للاتصال 81-481-895. بالأخير بدي أذكركم بالإيميل الخاص ببرنامجنا يلي هو صباح اليوم @aljadeed.tv. بتقدروا ترسلونا إذا عندكم فرصة عمل حابين أذكرها ومن دون مقابل. هيدا كان كل شيء من سوق العمل لليوم، وعودة لكم.